بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذه قراءة في كتاب الأربعون والأربعين النووية. يجوز أن تقول الأربعون على باب الحكاية، ويجوز أن تقول الأربعين على باب الجار والمجرور، كلاهما صحيح. الأربعون النووية، نعم، ليحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله. نعم، قال رحمه الله تعالى: الحياء من الإيمان. شوف الكلام الجميل هذا، الحياء من الإيمان. نعم، تفضل. عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري، ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الله، رواه البخاري. تفضل. نعم، فوائد الحديث ما عندي على الكتاب. حق الفوائد ما عندي. طيب، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. من فوائد هذا الحديث أن الآثام عند أن الآثار عند الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه قوله النبي. وش قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. من فوائد ذلك أن الحياء كان موجودا حتى في الأديان السابقة، ولكن هم الذين غيروا والذين بدلوا. ومن فوائد ذلك أيضا أنه من الآثار الباقية في كلام الأمم السابقة، وأقره القرآن وأقرته السنة، جاز العمل به. ومن هنا نتكلم عن الإسرائيليات. الإسرائيليات ثلاثة أنواع: إسرائيليات جاء القرآن والسنة بتأكيدها وذكرها، يعمل بها وتنشر وتنثر. النوع الثاني: إسرائيليات جاء القرآن والسنة بنفيها، فلا تعمل بها وتطوى ولا تنشر ولا تنثر. النوع الثالث: سكت عنهم، فهذا يقال على سبيل الحكاية والرواية والاستئناس. مثال الأول ما روى الإمام البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، والذي بين يدينا هنا في أدرك الناس بكلام النبوة الأولى. الأمر الثاني، وأيضا قصة موسى وقصة عيسى وهذه القصص الموجودة في القرآن وفي السنة، ومنها موسى لما ضرب الحجر إلى غير ذلك من هذه القصص المنثورة الموجودة. الأمر المسألة الثانية التي تطوى ولا تنشر ولا تنثر، وهي ما نشر من أن بنات داود وضعوا السكر والخمر لأبيهم، أو أن زوجة لوط كانت تفعل الفاحشة عياذا بالله تبارك وتعالى، وأن عيسى قد صلب نسأل الله السلامة والعافية إلى غير ذلك. هذا جاء القرآن. أو أن بلقيس نظر إلى ساقيها ونظف لها ساقيها بالأرجيلة، أو ما يسمى بما يزيل الشعر من السيقان. كل هذه قصص باطل لا يصح، فيطوى ولا ينشر ولا ينثر، بل يحذر منه. النوع الثالث هو الذي سكت عنه، فيذكر ويستأنس ويستأنس به. نعم، لقوله: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، وهذا هو الواقع. وما سبق عن الأمم السابقة إما أن ينقل عن طريق الوحي في القرآن أو في السنة، أو يكون مما تنقله الناس. فأما في القرآن ففي قوله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، نفس الكلام هذا موجود فين؟ في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. نعم، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وما جاءت به السنة فكثير، كثير مما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل ما يذكر. ولذلك البخاري بوب كتاب سماه كتاب أحاديث الأنبياء عنده في صحيح البخاري، جمع فيه كل ما صح عنده من قصص الأمم السالفة. نعم، ومما يؤثر عن النبوة الأولى فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما شهد شرعنا بصحته فهو صحيح مقبول. القسم الثاني: ما شهد شرعنا ببطلانه فهو باطل مردود. القسم الثالث: ما لم يرد أو يرد شرعنا بتأييده ولا تفنيده فهذا يتوقف فيه، وهذا هو العدل. ولكن مع ذلك لا بأس أن يتحدث به الإنسان في المواعظ. ممتاز، من دقيقة العيد. طيب، أي تفضل. وأشباهها إذا لم يخشى أن يفهم المخاطب أنه صحيح،
ومما يذكر عن داود عليه الصلاة والسلام حينما دخل لكن هذه تصرف منهم هذه تصرف من دقيق العيد معذرة شيخنا هذه نسخة ابن دقيق العيد في الأربعين النووية جيدة لكن عناوين الأحاديث تصرف من ابن دقيق العيد رحمه الله وليست من الإمام النووي رحمة الله عليه أيوة ولا نسخة جيدة نعم طبعات القاسم كل دار القاسم كلها طبعاتها جيدة ومحققة فضلنا. ومما يذكر عن داود عليه الصلاة والسلام حينما دخل محرابه محرابه أي مكان صلاته صلاته مكان صلاته وجعل يتعبد وأغلق الباب وكان صلى الله عليه وسلم قد جعله الله تعالى خليفة في الأرض يحكم بين الناس فجاء الخصمان فلم يجد الباب مفتوحا فتسور الجدار فنزل على داود ففزع منهم كعادة البشر قالوا لا تخف وهذا يدل على أنهم أكثر من اثنين فقالوا خصمان بغى بعضنا على بعض إن صح. هذا أخي له 99 نعجة هؤلاء خصوم يقول أن هذا أخي وهذا أدب الرفيع لو كان في وقتنا هذا لقال إن هذا المجرم الظالم لكن هذا قال إن هذا أخي له 99 نعجة أي شاة ولي نعجته واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب نعم فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب يعني قال خذ هذه ضمها لنعاجك قال جينا وقت المحاسبة قال والله ما لك عندي شيء كان سني بقى جني قال له والله ما عندك شيء أركب البحر ولا أطلع الثريا القانون يحمل مغفلين لا عندك ورقة ولا عندك شيء وتسمع من هذا كثير عفان الله وإياكم يعني ما كان أخوه شديد لا 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 أخوة الديانة التي بينهم وأنا ولذلك ربنا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم ولذلك شوف يا أخوان سبحان الله الأخوة الإيمانية هي في المنشط والمكره سواء بمعنى يعني كنتم مع بعض تحضرون الدروس وتنامان ربما في بيت واحد وتطعمان من طعام واحد وربما أعطاك من حلاله وأعطاك من خيره يعني صار بينكما جفوة كتحدث ما بين الجميع حتى بين الرجل وزوجه فجأة نسي كل هذا وفضحوا في كل مكان لا سبوا في تويتر ولا فيسبوك ويلعنوك في الفيسبوك ولا سبوا في الواتس اللئيم وفي التليجرام وجلس فضح بي بل ذكر وقال فيه ما لم يقوله مالك في الخمر إذن هذا ليس حبا في الله أبدا لأن اللي يحب في الله يستر ولا يفضح يا أخوان المسلم يستر أخاه ولا يفضحه أبدا مهما حدث بل بعض الفضلاء يقول تكلم يقول والله ما أتكلم كان بيننا عيش وملح ما بيني وبينه بيني وبينه عند ربي عز وجل ما أتكلم بي أبدا هذا أخوك الحق معك الذي يضر نفسه لينفعك وإذا ما ريب الزمان صدعك شتت شوله فيك ليجمعك ليس كالذباب الذي يقع على القيح والصديد يحضر لك درس ليتلقى في الأخطاء اللغوية أو الأخطاء مثلا اللي هي سبق لسان أو إلى غير ذلك ويبدأ يفضح بها في كل مكان لا ليس كذلك أبدا عبد الله بن وهب المصري يحضر الدرس عند مالك بن أنس والإمام مالك لا يرى بتخليل أصابع القدمين في الوضوء قال فانتظرت حتى خف الناس فقلت يا إمام عندنا حديث كذا 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 قال فغير الإمام فتواه وأخذ يفتي به هذا هي هذا الدين هذا اللي يبغى النصح وأمثال هؤلاء يرفعهم الله تبارك وتعالى أما الذين يأتون يتفقدون وكذا وسبق اللسان وكذا تريده عما قريب عياذا بالله ينتكس يقول شيخنا شحود المختار عظوة كبار العلماء كم من أناس كانوا أمثال هؤلاء يحضرون في درس الوالد وغيرهم ويحفظون ثم انتهى بهم الأمر إلى ما لا تحمد عقبه ليه؟ كمر معنا في جمع بيان العلم وفضله قال الإمام مالك لا شيء أفضل من العلم إن صلحت النية وقلت لكم خلوا الجملة الأخيرة هذه بين قلوبكم وأعينكم إن صلحت النية وقال الناس الطيبون النية مطية النية مثل الدابة تركبها إما أن تودي بك إلى بر الأمان وإما أن تودي بك إلى الهاوية والهلاك نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الشر والضر وكل هذا يجلله ماذا؟ الحياء إن حديث عظيم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء ويرجعون بعدين في المجلد الثالث أو الرابع من نظرة النعيم حرف الحاء تحت باب الحياء تجدون يعني أحاديث وكلام ماتع جدا لا يتسع المقال لذكر كل ما فيه الآن نعم
ودي شوف نعجي هنا بمعنى امرأة والله. هم قالوا كذا وقالوا كذا، والأصل في اللفظة دائما يقول القاعدة في التفسير تقول الأصل في اللفظة القرآنية على حقيقتها اللغوية والشرعية والعرفية حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. نعم أيوة أيوة، لأنه ما يسوغ أبدا أن واحد يعني يكون عنده يأخذ حرمته ويجحدها فيه. نعم أيوة نعم. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي غلبني، لأن عنده بيانا وفصاحة. قال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. والله هنا يلوم داود، تعجل في الحكم هنا، ربما دخلوا عليه ولم يكن مهيئا للحكم وأفجعوه وذلك، لا يقضي القاضي حين يقضي وهو حاقن وهو حاقب وهو غضبان. فربنا لامه هنا، كان ينبغي أن يسمع من إيش؟ من الطرفين، كان ينبغي أن يسمع من الطرفين عليه السلام. نعم. وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على كثير من الناس، قال الشركاء يسوون الأشياء هذه. نعم. وإن كثير من الخلطاء يقول لك يا أخي والله إحنا بدينا مع بعض في هذه الشركة، وأنا جبت الزباين، وأنا كنت داوم، هو كان نايم في البيت. يعني بعد ما الثمرة طابت وطاب نعيمها والشجرة أورقت وأثمرت وظللت، الآن يعني نسيت كل شيء، يقول لك والله لا أنا أبغى حقي كامل، وأنا كنت أسوي هو كان نايم. ألم تكون متفقين؟ قال لك لا، إحنا ما في اتفاق، خلاص كل واحد لحاله، خلي يروح يبلط البحر. نعم. وإن كثيرا من يقول أحد الناس، والله حكى لي واحد يقول اشتريت باص وكتبته باسم واحد من الناس، قالوا جلست أسدد 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 أسدد، وقال مرة رحت سافرت ورجعت لقيته باع الباص. كمل. إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود الله شوف الإنسان رجع كيف، سبحان الله، اللهم صل على الأنبياء، إنما فتنا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. تعجلتنا هنا فين في هذا الحكم، وليس عيبا للإنسان إذا أفتى واستبان له خلاف ذلك أن يرجع، أو إذا حكم واستبان له خلاف ذلك أن يرجع، أو إن ألقى أمرا في مسألة واستبان له خلاف ذلك أن يرجع. الرجوع للحق فريضة وليس فضيلة، فريضة وليست وليست فضيلة. نعم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهذا من فوائده سبحان الله، أن من كان متصلا بالله سدده الله وعثره على خطئه وصوابه. كل ما تبع الله عز وجل الله لا يسيئك سبحان الله ويعينك. أنا ما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، الله يعافيك، الله يحفظك، يا مرحبا. فتجد الله يسددك سبحان الله. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي، ويقول من تقرب إليه شبرا ذراعا، تقرب إليه ذراعا تقربت إليه، وأنا ثاني يمشي أتيت هروة. ويقول تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ما في أبدا، لا يمكن أبدا الله يضيع عباده تبارك وتعالى وأولياءه عز وجل. نعم. فغفرنا له ذلك. وقد زعم اليهود أن لداود عليه الصلاة والسلام جنديا له امرأة جميلة. شوف هم ده شغل اليهود، إني قال لك القصة كلها هي خاصة بداود، وكان عنده حريم كثيرة، واحد من جنوده عنده حرمة حلوة، فقال له إيش حط حرمتك عندي، وبعدين قال له ما لك حرمة. هذه من إسرائيات اليهود التي لا ينبغي ذكرها، زي ما قلنا ان يقول لك داود ام حريمه بناته سكروه، ولوط حرمته كانت تفعل، وهكذا والعياذ بالله. نعم. وارادها داود ولكي يتوصل اليها امر هذا الجندي ان يذهب في الغزو من اجل ان يقاتل، فياخذ داود زوجته، وهذا لا شك انه منكر ولا يقع من عامه الناس، فكيف من الانبياء؟ عامه الناس اصحاب المروءات يتنزهون عن ذلك ولا يقارفون هذا، فما بالك بالنبي. نعم. لكنهم افتروا على الله كذبا، نبي يا سبحان يا داود، يعني ولذلك رب العزيز قال ايش يا جبال أويبي معه والطير. سبحان الله، رجل كان يقوم افضل قيام قيام داود، وافضل صيام صيام داود، عباده وتاله مع نبوه، كيف يقع منه مثل هذا؟ نعم. لكنهم افتروا على الله كذبا وعلى رسوله كذبا. اللهم صل. فإن قال قائل وما وجه قوله وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، الجواب أن الذي حصل من داود عليه الصلاة والسلام فيه شيء من المخالفة، منها أولا أنه انحبس في محرابه عن الحكم بين الناس،
وكان الله تعالى قد جعله خليفة. ولذلك المنذر بوى في كتاب القضاء باب أن لا يحتجب الإمام عن رعيته، هذا خطأ منه عليه السلام. نعم، ولكنه آثر العبادة القاصرة على الحكم بين الناس. ولذلك والحكم نفع متعدي، ولذلك دائما نقول نفع المتعدي أفضل من نفع القاصر. نعم. ثانيا أن إغلاق الباب مما اضطر الخصوم إلى أن يتصوروا الجد. وكانوا ملائكة، الخصوم ملائكة، ملائكة الذين دخلوا عليه في صورة بشر، هم ملائكة في صورة بشر. ولا أتاك نبو الخصم إذ تسوروا المحراب. نعم. وربما يسقطون ويحصل في هذا ضرر. ثالثا أنه عليه الصلاة والسلام حكم للخصم قبل أن يأخذ حجة الخصم الآخر. قبل أن، ولذلك يقول على أحد إن امرأة أتت في مجلس أحد في مجلس وكيع القاضي رحمه الله، إن صحت الرواية أو إن لم تصح عند غيره، فشكت هذه المرأة في من أن رجلا فقع عينه، فقال أدعو الآخر فلعله فقع عينيه الاثنتين. ولذلك أيضا سليمان لما احتكمت عنده المرأة وقالت هذا ابني، فقال نشقه. عند داود جاءت تحتكم يقول هذا ابني، اختلفت امرأتان في ولد كل تزعم أنه ابنها، فقال هو نقتله، فقالت نعم اقتله، فقال لا. سبحان الله، انظر إلى إيش يعني، قال نقسم بينكم أنتم الاثنين، قالت أيوة أنا راضية. فسبحان الله من فقه ففهمناها سليمان، فقضى له للتي قالت لا تقسموه بيننا ولا تقتلوه هو لها، لأن هذا قلب مين؟ الأم. ولذلك لابد القاضي سبحان الله ربنا عز وجل يديله فراسة ويديله بصيرة مع ما عنده من العلم والحكم إيش والحكم الشرعي. نعم، فقضى للأخرى. نعم، لأن هذه القرينة قرينة قوية، فيهم تقول اقتلوا ابني ما تقول، فقالت لا خذوه. فعلى الأقل أن يكون معها وأن يدب على الحياة لعله أن يرجع مرة أخرى إليها أفضل من أن يعدم ويقتل ويذهب كله. نعم، فقال قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أصدر الحكم دون أن يسمع. ولذلك دائما يا أخوان نبد أن تسمع من الطرفين، ما ينبغي. طلبة العلم هم أولى الناس بذلك، والفضلاء من الناس أولى الناس بذلك. يأتيك إنسان يقول لك فلان قال وقال وقال وقال، يقول طيب يا أخي خلينا. أحد الناس أرسل لي مقطع لأحد المشايخ مبتور، قلت له يا أخي أنا آسف ما أقدر أجيب عليه، أرسل لي المقطع كامل. فلما أرسل المقطع كامل كان بخلاف الذي قاله. لذلك أحد السلف قديما أرادوا أن يشغبوا عليه في مسألة الطلاق، فكتبوا له السؤال، ومع السؤال جعلوا فراغا وأكملوا السؤال، لأن الفراغ هذا إن وضعت فيه كلمة تغير إيش الفتية. فأفتى الشيخ على ما عنده من الرقعة، فأضافوا الكلمة وذهبوا وشغبوا على الشيخ، والله من ورائهم محيط. نعم، لا تتعجل دائما يا أخي، لا تتعجل. قول يا أخي الله يرضى عليك، تلفون الرجال ده عندنا، سواء كان من العامة ولا كان من الخاصة، خلنا نتصل به. لا 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 فكني، ما أبغى ما أبغى. تعرف أنه إيش؟ تعرف أنه كذوب والعياذ بالله. نعم، قال وهذا لا يجوز، أي لا يجوز للحاكم. وتعلم دائما أن من أتاك لكي ينم عن الآخرين عندك غدا سينم عند الآخرين عنك. ودائما يقولون خذ مني ولا تأخذ عني، خذ مني من لساني ولا تأخذ عني. ولا سيما إذا كان الشيخ معروف وموجود ومتكاثر وتقدر تصل له في أي إيش في أي لحظة، فما الذي يحجبك عنه لكي تقع في عرضه؟ هذا انتبه. ولذلك في حديث الحج، في حديث عظيم جدا، ما سئل النبي عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، لكنه قال الذي وقع في عرض أخي هو الذي حرج وحرج وحرج. والله كان يقرأ هذا الحديث شيخنا الشيخ علي الشبل وأنا أسمعه، وكان حاضر سمحت المفتي يعلق، فبكى عند هذه المقولة، ولكن الذي وقع في عرض أخي هو الذي حرج وحرج وحرج. تحضر مجالس العلم وتقوم الليل وتصوم النهار وتحج تعتمر وتتصدق، ولم ينجو منك المسلم من لسانك يا أخي، أي عبادة هذا؟ ماذا استفدت منها وماذا قدمت لك؟ أولى منك عامي يحفظ لسانه. لا تذكرن امرأ بغيبة فكلك عيوب وللناس ألسن، وإن دعتك عينك لذكر معايب فقل لها يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف
وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. هذه الأخلاق، أخلاق المسلمين. يأتي الرجل للأحنف بن قيس يقول لو تقول كلمة قل لك عشرة، قال له الأحنف يا هذا لو قلت عشرة ما سمعت منا واحدة، روح فكر منك أنا فاضي لك. هذا يسمى رداح، يقول لك عارف يعني رداح بتاع كلام كده يعني ما تاخدش معاه كده أي حق ولا باطل. وجاء رجل خادم الوليد فسبه، قال يا هذا خادم الوليد دي اللي لو كان في القتال والجهاد كان شر رأسه، لكن هو جاء له برا الجهاد، قال يا هذا هون عليك إنما هي صحيفتك فملاها بما شئت. مش فضيلك، احنا ورانا احنا مسؤولية ثانية، ورانا مهمة أخرى، احنا فضيلك احنا. ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار مثقال حجر بديناري. كل ما كلب عوى قعدت تلقم الحجر يبقى الحجر حيصير غالي ولا مش يصير غالي؟ ريح نفسك وانا أخوك جزاك الله خير. احفظ اللسان واحفظ الجنان وادعو له ان ربنا ايش يهديه وان ينجيه من شر نفسه وان ينجيك من شره. الله المستعان. نعم يا اخي محمد بن سيرين مات في السجن، فزاره ابنه فقال يا بني ما انا فيه الان من ذنب اقترفته منذ 40 سنة، قلت لرجل يا مفلس. الله أكبر، الله أكبر. ولذلك إذا رأيت سأل في المسجد يسأل، ما في داعي أنك أنت إيش تتكلم كده وتفضح. خسيبي يا أخي، خليه يسأل، خليه يسأل، أنت عارف حاله ناصح بعدين. ما في داعي أنك أنت وأدب سيرين تلميذ مين؟ تلميذ أبو حمزة أنس بن مالك. كلمة واحدة، مات في السجن رحمة الله تبارك وتعالى عليه. لما مات أنس بن مالك وكتب أن يغسله هو وأرسل أمير المؤمنين فأذن له أن يغسله ويصلي ويكفنه ويدفنه ويرجع إلى محبسه مرة أخرى. بالسند الصحيح رأى رجل قال رأيت يا إمام أن رجلا والشعر في ساقه، قال هذا يموت مديونا، قال هو أنت؟ قال الله المستعان. قال هو أنت؟ قال يموت سجينا، قال هو أنت؟ قال الله المستعان. فقضايا اللسان من القضايا العظيمة. وأعظم تأمل هذا الحديث، من ذب الغيبة عن أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة. حديث صحيح، لا تسمح لأحد يغتاب أحد عندك وأنا أخوك. كان الشيخ بن باز كما في كتاب حياة الشيخ بن باز للشيخ موسى الموسى وريشة إبراهيم الحمد محمد بن الحمد الأديب العجيب، إذا جاء أحد يغتاب أحد عنده يقول له سبح 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 سبح. انتبه لمثل هذا أخي الحبيب. وجاء رجل يغتاب عند الشيخ الألباني فقال له هات الكتاب الفلاني واقرأ الصفحة الفلانية، فإذا بالكتاب لمين؟ للألباني رحمة الله عليه. ومن أسباب سلب العلم الوقوع في أعراض المسلمين، هذا من أسباب سلب العلم الوقوع في أعراض إيش؟ في أعراض المسلمين. نعم. وهذا لا يجوز، أي لا يجوز للحاكم أن يحكم بقول أحد الخصمين حتى يسمع كلام الخصم. قول الحاكم، كلمة الحاكم عند الفقهاء معناها القاضي، الحاكم معناها القاضي. نعم. فعلم داود أن الله تعالى أخبره بهذه القصة فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. فما أثر عن بني إسرائيل في هذا نعلم أنه كذبا، لأنه ينافي نعلم كذب بدون تنوين، نعلم أنه كذب، نعلم أنه كذب لا ينافي عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخلاقهم وما جاء، لأنه ينافي، لأنه ينافي عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخلاقهم وأخلاقهم وما جاء به من العدل. يا سلام. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيوة. لا مات أنس بن مالك. محمد بن سيرين شيخ مالك وتلميذ أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. مات أنس بن مالك. أيوة أبو حمزة. أبو أنس هناك عمر طويل مات فوق عمره كم 90 سنة. السنة اللي مات فيها أنس بن مالك ولد فيها مالك بن أنس.
نعم ايوه 98 هجرية. محمد بن سيرين هو اللي غسله، هو اللي غسله وكفنه وصلى عليه ودفنه عملا بوصية ابي حمزة انس بن مالك. هو اللي هو بتاع تفسير الاحناف. هو نعم نعم ايوه نعم نعم.